شوية سجق شرقي بالخضار والصلصة، هتجهزوهم وكل اللي هنعمله ان احنا هنطلعهم من الفريزر يسخنوا على شوية مكرونة على شوية رز. بقت عندنا وجبة ملهاش حل. مقاديرنا هتكون ايه؟ عندنا نص كيلو من السجق الشرقي، تقدروا تقطعوه لو تحبوه، تقدروا تسيبوه صوابع، انا سايباه زي ما هو بحجمه الكبير. بصلتين متقطعين جوليان يعني شرايح رفيعة، واحد فلفل رومي جوليان واتنين فلفل الوان جوليان، 8 فصوص ثوم شرايح، وكوباية من الطماطم المقشرة والمفرومة، كوباية من صلصة الطماطم اللي انتوا عاملينها في البيت او صلصة طماطم الازايز الجاهزة، مش الصلصة، المعجون. زيت نباتي ومعلقة صغيرة، وممكن طبعا طماطم معصورة مفيش مشكلة. زيت نباتي ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، ونص معلقة صغيرة من السكر، وملح وفلفل اسود، ونبدأ نشتغل على طول. عندنا ووك على النار، عايزين نحط في الووك دي شوية زيت كده يسخنوا للسجق، ولازم الووك تكون سخنة جدا، والسجق والزيت يسخن برضو جدا علشان لما ينزل ياخد صدمة على طول، ما ينزلش اي حاجة من ميته ولا من نكهته ولا من طعمه، يفضل كده مقرمش وجميل من بره وطري من جوه. طيب بنحط السجق واحدة واحدة كده، ومطولين بالنا عليه عشان مش عايزين نبرد الطاسة، مش عايزين نكب كده الاكل في الطاسة تقوم تبرد مننا ونلاقي السجق الحلو القمر ده بينزل ميته. فبالهداوة كده وزعه وما تكربسهوش فوق بعضه، وادوله وقت انه يتشوح كويس، لان تشويحة السجق الاولانية دي يعني هي بالنسبة لي بداية نجاح اي وصفة سجق. اي وصفة سجق لازم التشويحة الاولانية دي تتم تمام علشان تبقى حلوة. السجق بيتشوح على النار، وعايزة اشوف لون ذهبي من جميع الجوانب. سايبين السجق على النار اتشوح وبقى تحفة. تعالوا شوفوا بقى اللون الذهبي الحلو الجميل اللي انا كنت عايزاه، هو ده. شايفين علامات التشويح دي؟ معناها ان انا هاكل شوية سجق ملهمش حل. اول ما نشوف المنظر ده هنقوم على طول منزلين شرايح التوم، شرايح البصل، في بصلايا بصوا جريت يا طفشت مننا، وهنديهم تشويحة كده تدبيلة مع السجق. ومش عايزة تدبيلة الخضار تبقى كتيرة لان ده هيتشال في الفريزر، فانا عايزاه يبقى لسه فيه الروح كده لما اجي اكله ما يبقاش ميت مني خالص. الفلفل والطماطم نقلب كده تقليبة سريعة، ندي كل الكلام ده تشويحة برضو سريعة مع السجق ياخد من طعم. تقدروا تسيبوه كده لو انتوا مش عايزين صوص. دي السبع بهارات، وده السكر، فزي ما قلتلكوا تقدروا تسيبوه كده لو انتوا حابين، وتقدروا تحطوله صلصة طماطم لو عايزينه يبقى صوصي شوية. الموضوع يرجع لذوق حضراتكم. ملح، فلفل اسود، نقلب، وهنحط دلوقتي حالا كده خلاص التشويحه دي كفايه جدا للخضار، هنحط حالا الصلصه. ناخد بس كل اللي في البوله ونسيب كل الكلام الجميل ده ياخد كده غلوه مع بعضه، غلوه واحده فقط لا غير، وهشيله من على النار. وكده وصفه السجق جهزت معايا. بفكركم بحاجة مهمة جدا، ان احنا قبل ما بنفرز اي حاجة لازم نسيبها تبرد تماما من الحرارة، يعني ما ينفعش ادخلها الفريزر سخنة، بسيبها تبرد تماما وبعد كده بفرزها.